وصلنا العليوية بنها وفرح الجماعي. السلام عليكم. فرح الجماعي ده المحافظة بتعمله كل سنة؟ احنا بنعمله يمكن كل 6 شهور يعني. كل 6 شهور اقل كمان يعني. والناس بيتقدموا له ازاي ذات المحافظة؟ هو وزارة المديرية عند مديرية الشؤون الاجتماعية بتعمل مسابقة. مديرية الشؤون الاجتماعية تختر. ايوه. الاشتراك مع الوحدات المحلية، مديرية الشباب الى اخره، بتعمل عملية اعلان وإعلام يعني للشباب اللي يتقدم. حلو جدا. وبنعمل شروط الحياة، بحوث اجتماعية عشان نشوف يعني الحالة الاجتماعية الخاصة بكل. يعني ليها شروط محددة؟ طبعا. فبيتم البحث وبيتم الاختيار، وبعدين الحقيقة الجمعيات والبعض الحقيقة الرعاة بيتقدموا بشكل غير عادي. رجال الأعمال بيخشوا يشتغلوا. طب الحمد لله. في عندنا 10 جمعيات. يعني انتوا غير الجواز، غير الجواز بتعملوا الحاجة هدايا وحاجات زي كده؟ انا شايف تحت في هدايا. لا حضرتك، هنا في 10 جمعيات خيرية تقريبا متبرعة مع بعض رجال الأعمال المشهورين معروفين يعني مداعمين لهذا الحفل وكل حفل. يعني هم سايبين لنا أسماءهم، حينما يعني ننظم مثل هذا الحفل بنتصل بيهم بيجوا على طول. يعني هم بصفة دائما نسيت المحافظ دائما كرسون. طيب هننزل نعمل مسابقة، خليك على وتمشي. انتوا اول ناس باين انتوا راح تكسبوا ان شاء الله. اسمك ايه؟ اسمي سماح. سماح؟ درست ايه حاجه سماح؟ لا لسه ما خلصتيش دراسه. لا. وانت تشتغل ايه؟ شغال ماكينج احذيه. ماكينج احذيه جدع، دي حلوه، مهنه كويسه دي. الحمد لله. انت ورثها دي؟ دي وراثه مش كده؟ ايوه. تخلص كام جوز في اليوم؟ يعني سكه 50 جوز كل يوم. حلوين الحمد لله. بتشتغل بجوز؟ مش بالفرد. لا. انت تقدمت ازاي للجوازه دي؟ شفتي يعني. الجواز الجماعي ده قدمت مديرية الشؤون الاجتماعية؟ ايوه. ايوه بس والدتي هي اللي عملت الاجراءات دي. أيوه. عزبوكوا في الاجراءات ولا حاجه؟ لا لا، مش مجامله لسيادة المحافظ عشان واقف. لا لا. السلام عليكم. انت بتشتغل ايه؟ تك على الصبر يا حاج. انا في الاحذيه. ايه؟ احذيه. الله، ايه الحكايه؟ ايه حكايه الاحذيه دي؟ ايه حكايه الاحذيه دي؟ اسمك ايه؟ هم كلهم بتوع مروه. مروه. هي بالها كلها بتاعت احذيه. والله انتوا مشهورين بتجاره الاحذيه بقى؟ يعني معظم العرسان هنا بتوع احذيه؟ لا. دواجن. يا عيني على الفراخ، يا عيني على الفراخ. غلطت فيها؟ ايه ده؟ تغلط في بينها كلها بالكامل. ليه؟ هي تقول لك بينها كلها احذيه. هي اللي قالت، انا ماليش دعوه، ما تلبسنيش تهمه. نروح لبتاع الفراخ. انت مزرعه فراخ؟ ان شاء الله. اسلام ان شاء الله. وجهاد. الله اكبر. قصه حب؟ لا والله، هي جت بجد بظروفها. عن طريق الله. انت كتبت الكتاب ولا لسه؟ ان شاء الله كتبنا الكتاب. خلاص دبست يعني؟ ان شاء الله. خلص الموضوع كده. انت باين عليكم قصه حب. قصه حب والله. طب تشتغل ايه؟ قررت معادن. قررت معادن. تشتغلي؟ لا. هو من رافض يشغلك؟ ليه رافض شغلها ليه؟ يعني افضل انها تكون ست بيت افضل يعني، لان شغلي مجهد برضه ومحتاج ان انا ارجع لها موجوده في البيت يعني. هو اشتغل اكتر من 12 ساعه. شفتها فين؟ احنا جيران. الله، بنت الجيران ساكن قصادي وبحبه. الله. السلام عليكم. زبيده. ازيك يا محمد؟ اشتغل ايه يا محمد؟ اشتغل كم ساعه في اليوم؟ كنا اخرج من الساعه 9 ارجع 11 10. طب انت هتعملي ايه طول النهار بره كده؟ هتعملي مستنيه. يا عيني يا عيني. الله، ايه سبيدة واقف غرامك قوي يا عمرو محمد. اشرف، قصة حب اشرف؟ ايوه. انت شغال مكانجي برضو؟ لا، سنكري سهرات. سنكري سهرات حلوه دي قوي. تيك 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 كده فلوس. لا بس باليومين. حلوه. مبروك يا اشرف. ازيك يا محمد؟ شغال يا محمد؟ بيع متجول. بيع متجول. بتبيع ايه؟ ايس كريم. ها؟ جيلاتي. طيب، مساء الفل، وكل سنة طيبين، وألف مبروك لكل عريسة وعروس. حلو عريسة دي. لكل عروسة وعريس. برنامج بيقدم جايزة محترمة هنقدمها للي جاوب على السؤال اللي هنطرحه ويكتبه في ورقة وهنختاره مع بعض. يا سيادة المحافظ هيختار الاسم الفايز. هندي ورقة لكل عريس وعروسة، لكل عروسة وعريس يكتبوا الإجابة، ونلم الورق، كل عريس وعروسة يكتبوا اسمهم على الورقة.
لو جات من غير اسم هتبقى مشكلة، مش هتكسب. احنا كنا بنشرح انا والشيخ خالد الجندي آية من سورة الأنعام. انا هلخص لكم السؤال، مش هقول لكم الآية على طول، هقول لكم السؤال على طول. مين هم؟ من هم أولي العزم من الرسل؟ وفي آية صريحة في سورة الأحزاب بتقولهم بالاسم. من هم أولي العزم من الرسل؟ أولي العزم من الرسل في آية في سورة الأحزاب بتحددهم ورا بعض. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ها، وبقية الأسماء. أنا بغششكوا شوية أهو. هات الورقة دي، أول واحد جاب ورقته اللي خلص يجيب ورقته. بتاع الفراخ انت لو كسبت والله لازم افرح قوي. هتنقي بس انت محافظ كده تطلع اجابه صحيحه يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بس المهم اذا كانت صحيحه، اذا المهم تبقى صحيحه. لا دي مفيش اجابه خالص. بيضه ده السؤال. في ثلاث أسماء هنركنه لأنه في ثلاث أسماء، لو هو طلع أكتر واحد يبقى يكسب. أنا أعتقد إن ده اللي كاتب الخمسة. هو اسمه أحمد. اسمك أحمد؟ اللي جاوب عليهم أحمد أبو الفتوح. أحمد أبو الفتوح يا جامد، مبروك يا احمد. عرفت السؤال ده ازاي؟ تعال تعرفه ازاي؟ الحمد لله الصوره حطتنا على الصوره، نصلي والحمد لله. عندك عندك الايه بنصلي والحمد لله. عندك الايه من سوره الاحزاب بنصلي الحمد لله. عارف الحمد لله، ما كلنا بنصلي الحمد لله. وانت يا فاتن، فاتن صح؟ قصه حب ولا ابن الجيران ولا ايه؟ باين عليك، باين عليك شقه انت. احمد ابو يوسف من فرق شرق. هو محدش عارف الجايزه مش كده؟ سليم يا استاذ محافظ. بقى اعلنها بقى. هو احمد يقول بقى جايزه كام يا احمد؟ 50,000 جنيه. سبقت صورة وصورة، والجائزة رحلة حج أو عمرة يوميا. ما هي الصورة التي تبدأ بالتسبيح وتنتهي بالتسبيح؟ 1. صورة الصف. 2. صورة الجمعة. 3. صورة الحشر. اتصل الآن من أي محمول على 1466 أو من أي خط أرضي على 09000266 أو ابعت رسالة على 92149.